تحياتي للجميع، معكم باسم ميديا ستار جروب بدرس جديد من دروس تطبيقات عملية برنامج البريمير. درسنا اليوم يا شباب يا صبايا درس كتير حلو وكتير مميز وكتير فيه معلومات غنية، وكمان رح تصقل لكم مهاراتكم بالبريمير. رح نتعلم اليوم نحن كيف نزامن الموسيقى مع الصور أو الفيديوهات بشكل انت عن كل نقلة موسيقية بينقل معك فيديو أو بتنقل معك صورة، فبتعطي جمالية أكثر للمونتاج تبعك. رح نتعلم كمان اليوم نحن بشغلنا، رح نتعلم كيف نستخدم خاصية الاوتوميت تو سيكونس. فأنا رح بلش فورا مشان ما أطول عليكم يا شباب يا صبايا. أنا هلا عندي هي مجرد البيكتشرز هون، مثل ما شايفين موجود في جوات وصور. فأنا هلا إذا بدي أعمل شغلة قبل ما بلش أنا في هالشي هذا، رح أعمل سيكونس جديد، رح أحط هون سيكونس، رح أروح على شيء اسمه ديجيتال اس ال ار 1800، هون بفتح مجرد اسمه 1080، بعمل فول اتش دي و30 فريم، بضغط اوكي. تمام يا شباب يا صبايا، فانا عندي هذا السيكونس، راح سميه انا شو بدي اسميه، مثلا مزامنه موسيقى، بس هيك نعطيه اسم لحتى نميز حالنا. شايفين بيطلع اسمه هون مباشره للسيكونس هذا. فانا راح اجي هلا على مجرد الصور هون مثل ما هو، راح اخذه واسحبه انا على الاوتوماتيك سيكونس، رجعتكم اياها من شوي، بيطلع لي قائمه مثل ما شايفين يا شباب يا صبايا. فهون عم يقول لك باول خيار فيها الاوردرينج اللي هو سلكشن اوردر، اللي هو بيحط لك الصور ورا بعضهم. هون كمان نفس الشيء البليسمنت اللي هي سيكونشلي، انه كمان بيتزامن ورا بعضهم. وهون عم يفرجيك انه الاوفرلاب، يعني بده يعمل هو ترانزيشن بين الصوره والثانيه بمقدار 30 فريم بالثانيه. وهون عم يقول لك انه انا بدي اطبق الديفولت فيديو ترانزيشن على الصور، وهون بدي اطبق الاوديو ترانزيشن اذا كان في اوديو مع الصور، كمان بيطبق بين الاوديو والثاني، بيحط الانتقال الافتراضي بالبريمير. خليني انا اعطي اوكي هلا يا شباب يا صبايا. شايفين رح كبر انا هون، شايفين كيف مباشرة هو حط لي الصور بتسلسل ورا بعضهم مثل ما شايفين هيك، شايفين تسلسل جميل والتسلسل لطيف. هلا انا عندي هيدي الصورة وينها، هون هي هي الصورة اساسا حجمها كتير كبير، فانا ممكن اعمل لها هون سكيل تو فريم سايز، شايفين كبرت، وهيك باخذها من هون بعمل لها هيك شوي، فهيك صارت ازبط. هلا المهم انا ما هذا بدي اياه، انا بدي كيف طبق زامن الموسيقى مع الصور او مع الفيديوهات تبعيتي. فانا هلا اول شيء تعلمنا نحن عن اوتوماتيك سيكونس كيف نشتغلها. هلا راح امحي انا هيدا الصور، وراح نزل عندي انا هون ملف موسيقى، هذا هو. فانا هلا يا شباب يا صبايا بدي استخدم شيء اسمه الماركرز. اللي ما بيعرف الماركرز، الماركرز هي شغلات كتير، يعني هي عباره عن ماركر بس انت نقطة اللام بتحطها، بتحط اسمها، بتحط ملاحظات عندها مشان ترجع على مكان معين تشتغل شغله انت هلا ما راح تشتغلها. الماركرز كتير مفيدين. هلا انا اذا كنت معلم بالتايم لاين هون، بس حرف الام بتطلع الماركر هون على الاوديو او على الفيديو بالتايم لاين. فانا راح اعمل كنترول زد، انا بدي اضغط هون، لما اضغط الام مشان تطلع عندي هون، تطلع عندي هون على التايم لاين، شوفها من فوق، هذا الشيء اريح وعملي اكثر. فانا الماركر شو فائدته؟ راح اجي انا هلا اقدم لقدام شوي، راح احط ماركر ثانيه هون، راح اضغط حرف الام فطلعت. انت الماركرز مثل ما قلت لكم، انت عندك مشروع كثير بتحط ملاحظات فيه، فالماركر بتضغط ضغطتين عليها، بتحط مثلا اسم الشغله راح تعملها مثلا تعديل صوت، تعديل صوت، فانا بهالماركر هون بدي اعدل صوت، بتحط ملاحظه تبعيتك مثلا استخدام مقطع صوتي من الملف مثلا كذا. بكون انتم، لانه انتم بالشغل بكون عندك كثير ملفات، فبدك تسمي كمان هون ملاحظات مشان ما تضيع، بتعطي لون، بتعطي اوكي. يعني يمكن يكون عم يشتغل زميل لك كمان على نفس المشروع، عم تشتغلوا كذا واحد، فانت بتحط الملاحظات مشان اذا اجى حدا ثاني على الجهاز قاعد وبده يشتغل، فمباشره بيجي بيفتح على الماركر فبيعرف شو عم يصير مشان يشتغل. فهي بس هي فائده الماركرز، وهيك الشغل عليها. انا هلا راح تمحي كل الماركرز، بضغط بزر اليمين، بتعطي هون كلير، يا كلير سيلكتد ماركر يا اما كلير اول ماركرز. فانا راح امحي كل الماركرز هلا مشان نشتغل على الشغل اللي بدي اشتغله انا هلا. هلا انا راح اجي يا شباب يا صبايا، راح اجي انا هلا شو اعمل؟ راح اضغط حرف الام، يعني انا راح احدد ماركر باول الموسيقى، بس لانه تحديد الماركر اول شيء بخلي الملفات تبعيتي لما انزلها انا مع الموسيقى تنزل من اول شيء. اذا انا حطيت ماركر من هون وجبت
الصور او الفيديوهات اللي بدي زامنها مع المقطع، فبنزل لي اياها من عند اول ماركر محدد. فانا حطيت ماركر اول تايم لاين مشان تنزل الملفات تبعيتي هون. هلا انا شو بدي اعمل؟ راح اجي انا هلا شغل الموسيقى، وعن كل نقله انا بشوفها، يعني انتم كل واحد فيكم ممكن يحط نقله يعجبه الانتقال بمكان معين، فانا عن كل نقله راح اضغط حرف ام، يعني حط انا ماركر بهالمكان هذا. خلونا نشتغل. انا رح اكتفي بهدول يا شباب يا صبايا. شفتوا انتم اني حسيتوا انه تقريبا عن كل بوظ او طم او الى اخره نقله صوتيه انا عم حط ماركر. هلا رح اجي انا هون رح اخذ خيار السي اداه القطع، رح اجي اقطع هالشريط القسم هذا وراح امحيه عشان اخلي شغلنا على هالشيء هذا اللي هون. فنحن هلا حددنا ماركرز عن كل نقله من نقلات الموسيقى. فانا شو بجي بعمل يا شباب يا صبايا؟ انا بجي باخذ ملف البيكتشرز بسحبه على الاوتوماتو سيكونس، وهون شو بجي انا؟ بجي على المزامنة الموسيقى، بجي هون على البليسمنت بختار at unnumbered markers، تمام؟ ما بختار السيكونشلي، بختار ال unnumbered markers وبضغط اوكي. شو بصير هلا؟ شايفين؟ عن كل ماركر هو اجا حط لي صورة. هلا اذا انا بكبر شوفوا شايفين، راح اجي اضغط المؤشر هون، تضغط على شيفت مشان يقلك فورا من وحده لوحده. شايفين عن اول ماركر جاب الصوره، عن ثاني ماركر، عن ثالث ماركر وهكذا. هلا اذا انا بشغل نشوف النتيجه. شايفين؟ طبعا يعني انا ما كثير حاطهم تماما عند النقلات الموسيقيه، بس الفكره ان انتبهتوا انتم على كل نقله والثانيه كيف عم تجي. فهي شغله كثير كثير ظريفه، يعني استخدام الماركرز مع الموسيقى وتطبيق مثل ما قلت لكم الاوتو سيكونس، وتحطوا النمبرد ماركرز وبيعطيكم هالنتيجه الرائعه. شايفين؟ يعني باماكن مزبطه 100% باماكن ثانيه لا. فأنا ممكن هذا مده هيك لهون وخلي. فهذه هي الطريقة يا شباب، يعني هي من أحسن الطرق وهي الأفضل أنا برأيي إنكم تشتغلوا عليها، بتعطيكم نتائج كتير 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 رائعة بشغلكم. هلأ في عالم يعني مثلا شفت من زمان مثلا عم كل مكان موسيقى بيروح على السكيل وبيعمل نقطة وبيكبر وهيك صعبة، لا فأنت بتحط ماركرز وبتسحب مثل ما قلت لكم بهالطريقة هي لهون، نختار الأنمبرد، نجي لهون مرة ثانية بس هيك. شايفين؟ تختار هذا الخيار الثاني، بكون انت محدد ماركرز، فبنزل لك كل عن كل ماركر بيحط لك صوره بمدل عن بدايه الماركر الثاني، بكون نزل الصوره الثانيه وهكذا. هي الطريقه الرائعه بهالاسلوب هذا. نفس الشيء بالنسبه للفيديوهات، بس بدكم تنتبهوا هلا انتم الصوره هي عباره عن صوره ثابته، فهي ما عندها مده زمنيه. فانا مثلا اذا حطيت ماركر مثلا حطيت ماركر من هون لهون، فهو بنزل لي الصوره من هون لهون بمده بين الماركرين. بس انا مثلا اذا عندي فيديو طوله 3 ثواني وانا حطيت بين الماركر والثاني حطيت مثلا 5 ثواني، فالفيديو راح ينزل عند اول الماركر اللي انا محدده، بس ما راح يوصل للماركر الثاني، راح يمشي بس بمده 3 ثواني وراح يصير في فراغ هون. فانت لما تكون مجهز فيديوهاتك مثلا، انت بتعرف حالك انه انت عندك فيديوهات كلياتها مثلا 5 ثانيه، فانت بتعرف انه انا عندي كل الفيديوهات 5 ثانيه، فانا بين الماركر والثاني ما لازم احط مسافه اكثر من 5 ثانيه مشان يجي كل فيديو محل الثاني تماما، يعني يجي كل فيديو عن كل ماركر وبشكل ما يكون في فراغات سوداء انه الفيديو ما موصلان بالمسافه للماركر الثاني. هي الملاحظه بس حطوها عندكم. هلا الشغله الحلوه انتم يا شباب ويا صبايا انه انا نفس الطريقه بطبقها على الفيديوهات مثل ما حكيت، بس انا فيني اجي مثلا طبقتها على هالصور، انا فيني اجي هلا بدل محل كل صوره حط فيديو. انا بجي على اول صوره بعلمها، بضغط على زر الاوت، بجي على الفيديو الاول وبدله محلها. هلا انتبهوا الفيديو رح يتبدل بمقدار طول الصوره، يعني هذا الفيديو الاساسي عندي انا شايفين مثلا طوله هو الفيديو، شايفين عندي 23 ثانيه انا تقريبا طول الفيديو. شايفين ما طوله هذا الفيديو؟ يعني أنا فيديو كامل هذا، فهو 23 ثانية طوله. فأنا وقت عندي هالصورة هيدا مثلا، أنا جاي هالصورة هيدا مدتها
فقط مثلا هي عندي اياها 1 ثانية، شايفين عندي انا هالصورة 1 ثانية، فانا وقت اللي بدلت الفيديو بمحل الصورة اجا بالمجال تبع الصورة، يعني صورة 1 ثانية، فبيدخل الفيديو بيستبدل الصورة بالمسافة تبعيتها اللي هي 1 ثانية، ما بيجي والله بيبدل الفيديو بنطه على كل التايم لاين، لا خلص انا هذا الحجم تبع الصورة 1 ثانية وبدلت الفيديو محلها، فالفيديو بينزل 1 ثانية فقط لا غير، شايفين. هلا مثلا بجي على ثاني فيديو، راح اختار هذا مثلا سويمينج، راح اجي على ثالث صورة كمان بضغط على الالت مثل ما قلت لكم وبسحب وبجي لهون. مثلا بجي انا على رابع صورة هون مثلا، راح اختار فيديو ثاني وهكذا. مثلا هي الصورة ما بدي اخذ لها شيء، هي الصورة لا هي ابشع صورة هون لازم بدل فيديو، فبجي هون مثلا كمان بختار فيديو انا، شايفين. فالفيديو اجى على كامل الفيديو هون، اجى اخذ الحجم تبع الفيديو الاصلي وحطه، وهون مثلا بجي بحط هالفيديو هذا. هلا شايفين يا شباب يا صبايا، انا اذا هلا بمشي شايفين ما احلاها، يعني سواء فيديو او صور، يعني هي هي الطريقه المثاليه لتشتغلوا. يعني بتمنى 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 جربوا تشتغلوا على الماركرز، يعني شوفوا مثل ما عملت انا، وما تنسوا انتوا تكونوا ضاغطين هون مشان يطلعوا الماركرز هون احسن ما يطلعوا الماركرز على الاوديو نفسه، وبتطبقوا هالطريقة هيدا، ودائما فيكم تعملوا مزامنة رائعة بين الموسيقى وبين الصور أو بين الفيديوهات، وبيطلع شغلكم كتير كتير حلو. وطبعا عن جد هي من أحلى المونتاجات لما أنت يكون عندك موسيقى واضحة فيها نقلات واضحة، وتعمل انتقالات الفيديو أو انتقالات الصور على كل نقلة موسيقية، تطلع كتير كتير حلوة الفيديوهات تبعتكم. فدرسنا اليوم يعني بس لك مراجعة سريعة، تعلمنا فيه الماركرز، تعلمنا كيف نحن بنعمل الاوتوميت تو سيكونس اللي احنا بنختار فيها، يا اما سيكونشلي اللي هو بيحطهم بالترتيب ورا بعضهم، يا اما اذا انا عندي مقطع موسيقي وعندي ماركرز حاطه بالتايم لاين، فانا بختار الاد ان نمبرد ماركرز ومباشره لوحده بيطبق لي عن كل ماركر بين ماركر وماركر، بيحط صوره وبنقل بشكل كتير رائع عن كل نقره موسيقيه انا مختارها بالماركرز. فهذا درسنا اليوم يا شباب يا صبايا، بتمنى يكون عجبكم، بتمنى المتابعة معي يكون فعلا عم يحس حاله يوم عن يوم عم تفرق معه الأمور بالبريمير، بالمونتاج، بالتقنيات، بالتطبيقات العملية اللي عم نحكي فيها. يعني وأنا هي بالنهاية بهمني كتير إنه كلكم تحسوا بالاستفادة، وأنا مستمر معكم إن شاء الله بدروس كتير مميزة، وعم شوف يعني شوفي مثل ما بدكم، رح أحضر إن شاء الله بهالأسبوع هذا كمان رح نشتغل سوا فيديو كامل مثل الفيديوهات الإخبارية بتشوفوها على الفيسبوك أو تويتر أو غيرها للمحطات المشهورة، تحريك الصور مع الفيديو مع كلام مع كتابة، منشان هيك أنا أكون يعني عملنا شيء عملي كتير كتير مميز، وتكون مهاراتكم عم تزيد أكتر وأكتر وأكتر. يعني وإن شاء الله مثل ما قلتكم يعني رح تابع معكم بكتير، يعني حاطط خطة كتير حلوة لدروس ودورات بمختلف المجالات، بس تعرفوا يعني الوقت هو كل شيء، يعني فبدنا بالوقت إن شاء الله راح تشوفوا يعني احلى الدروس واهم الدروس على القناه هيدي. بتمنى يا شباب ويا صبايا اللي عم يعجبوا شغلي ودروسي يعملوا الاشتراك بالقناه ويضغط على زر التنبيهات اذا بحب لحتى يوصلوا كل جديد، واذا في عندكم حدا مهتم بالمونتاج او بالديزاين او بالافتر افكتس او غيره يشارك هالقناه معه، لانه مثل ما قلت لكم انا راح اعطي كثير امور مهمه بكل هالمجالات هيدي لاحقا لحتى يستفيد اكبر عدد من الناس. وهيك بنكون خلصنا اليوم، يعطيكم الف عافيه وسلامات للجميع.